زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذا اللقاء. هذا جديد وكنعتبره انا من اهم اللقاءات المهمه الخاصه بالحراك اللي كاين في المغرب. كتسمعوا دابا بزاف الانفصال، ماشي الانفصال. واش هذا الحراك اللي كاين في الريف هو حراك مشروع اساسه مطالب اجتماعيه مشروعه ولا غير اجندات سياسيه وناس شبعوا خبز وناس يخدمون مصالح اجندات واهداف دينيه شيعيه؟ سمعتوا الشيعه، سمعتوا الانفصال، سمعتوا تجار المخدرات، وسمعتوا بزاف. بالمقابل سمعتوا ناس كيقولوا بان المطالب مشروعه. الناس اللي كيقولوا المطالب راها مشروعه وعادله هما ناس اللي خرجوا للشوارع، هما الناس اللي بغينا كاع نمثلوهم في شخص ناصر الزفزافي. والناس الاخرين اللي كيقولوا المطالب غير مشروعه وبانها فقط تسخن يد الراس وشبع خبز هما الناس اللي كيمثلوهم هادشي ديال الغزيوي ومامون الدريبي، واحد السيد اللي عاد عرفته مؤخرا، ومنار سليمي، وعدد من عباد الله. كيقول لك السيدي بان المغرب زوين وكيديروا واحد اللغه تضليليه. لا، راه المغرب زوين، صحيح خص تجاوزات، صحيح كاين تجاوزات، والاحتجاج راه وضع صحي عادي عادي، ولكن لا يرقى الى مستوى ما جرى اليوم. واللي كيركب على هذا، اللي كيركز على، اللي كيبغي يعطي، اللي كيبغي يضفي الطابع الفردي الاحداث، كيقتمد واحد السياسه خطيره. علاش كنقول لكم هذه الحلقه اعتبروها اهم حلقه؟ اللي كيبغي يعطي طابع فردي اش كيبغي يركز؟ كيبغي يركز بان الجماعه مع النظام، وبان ما يقع هو فقط فرضه، ناس ماردين، ناس شبعان الخبز دخلوا للمجتمع المغربي وزرعوا الفتنه وكيتلقاو عمولات لفائده جهات معينه. اما الجماعه المغربيه، ساكنة الريف راها بخير وما خصها خير، والاصلاح غادي زوين. هاد وهاد الناس اللي كيبغيو يروجوا هاد الشيء باش يزكيو هاد العقل في عقل المغاربه، كيحاولوا ما امكن يركزوا على العنف، وكيقولوا بان هاد الناس حكا راهم عناف وراهم كيهرسوا الالات وكيواجهوا البوليس بالحجر وكيضربوا عليه بزاف. وهاد الناس لا يحترمون حرمات ولا مساجد ولا مقدسات، وكيصوروا هاد الناس عندهم ارتباطات بالشيعة وبالتدين وباغي يزعزعوا الاعتقاد ديال المسلمين، وبالتالي هما ناس عناف ولا اخلاق ولا ناس غبويين. وانا غنوريكم عام صال داك مامون الديوري، مامون الدريبي بزاف عليه يكون مامون الديوري، مامون هاد مامون الدريبي، انا حتى سميتو ما كنعقلش عليها. هاد مامون الدريبي هذا كيسب وكيلعن، وغنفاجئكم بالتصريحات ديالو. فالسياسه والخطه اخطر ما كيدير مع المغاربه دابا اليوم. حنا دابا علاش كنتقاتلوا؟ علاش؟ علاش تشوفوا المهدوي خارج هكا؟ راه تدي ليا ارضي نقدر ندوزها لك، نقدر نقول الاستقرار والبلاد والدماء، ونقدر واحد الارض كاع نسمح فيها، علاش الوطن غيمشي؟ افترضوا كاع. دابا المشكل في اللعبه فين كاين؟ دايرك ارضك ومشارك لكرامتك، تيقول لك اوتس بليون او العاهره. تصور قاسك دابا ريف، علاش قاسورهم في كرامتك؟ تيقول البوليس يقول اوتس بليون، هذه ضد المتهم. اوتس بليون او العاهره، وفين انتقل معاك مره؟ انتقل معاك شي حاجه كنسميو حنا بالدارجه الرواقل، دارك ارضك وتيسبك وعيقدمك قدام المجتمع، انت غير خارج على المله وعلى الجماعه ومريض وخدام اجنده وخاطئ. في اخر المطاف باغي يدفعك، انت يدفعك للحبس والجنايات وانت صاحب الحق. علاش؟ حنا هذا هو اصعب حاجه في الكون، واش واحد يطريق عليك يعد راسو مسمار، يصورك انت يا يعني مكلخ. كما غتشوفوا دابا التصريح الان ديال 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 اللي كيمثل هذا الاتجاه، هذا الزعيم ديالهم المختار الغزيوي، غيبين لكم هذه اللعبه الخطيره. فكيبغي الانسان يهضر بانه خاطئ، و الامور تحل بالحوار وعلى المواطن. نحن المغرب نسير في شكل طيب، الحوار لا سيدي الكريم، كتبالك تصنع، حيت ملي تيكون تيتصنع وما كيخرجش من قلبه الهضره باين لك بحال داك مامون الدريبي. شمعتها المغرب الحمد لله، شمعتها ريفا، واش عندك؟ كيلعب لك العواطف، كيلعب المهداوي، تيدير زعما الحق من قلبه، هو تيدير لك لا إنه والمغرب جميل جدا يا أخي الكريم، الأمور تحل بالحوار. أن الحل لا يتم بالصراخ، لا يتم بالانفعال، لا يتم بترديد العبارات الحمقاء أو الكبيرة حد فقدان المعنى، الحل يأتي بالحوار. ولا سمعتي لهذا المختار الغزيوي بهذا الحوار شحال تقول؟ حتقول له معسكر ديال الدولة لا غسال، كتقول له يا العامل بغيت شي حاجة كيبوسك العامل، والقياد كيبوسونا وكيعنقونا ويعسلوا كرمونا الورود، السلطة ضريفة مخيرة مبرعة بخيط خلال الغزيوي، وانا الزفزافي ورباعته حنايا، ها حنا ما عرفش شنو خارج من الوضع الحار، عا كنسبوه وعا كنعايرو. دابا شوفوا اللعب، علما بان المطالب مشروعه. اذا من خلال هذا الشريط اللي كتسمعوا شوفوا كيفاش كيهضر،
شوفوا المراوغه، انا ما بغيتكمش المغاربه يلعب لكم على عقلكم وكيما يلعب على اليوم على لو كنت تحت الفرصه نواجهه، يعني شوفوا كيفاش. وبالمناسبه تصوروا غنتلاقاه اليوم في الاستوديو، هذا الشخص شوفوا المغاربه، شوفوا اخلاقهم واخلاقنا، شوفوا الفرق بيننا وبيناتهم، وحنا ما يمكنش نكونوا بحالهم. تصوروا تلاقاني في الظروف طالع عليا عنقني، سي المهداوي سي المهداوي سي المهداوي، علاش؟ انني انا دزت انا الاول، انا طالع وهو عاد هابط للاستوديو، سي المهداوي سي المهداوي. ملي طلع وشرعت الكاميرا اول حاجه قال شكرا لكم، وبدا وحطني انا محط سخريه، مغربي خو قدام العالم. إن قبل الحديث عن منى أولا أضحك الله سنكم مثلما أضحكتمونا مداخلة زميلنا حميد المهدوي الذي يقدم هذه الأيام وصلات جميلة وطريفة على الغاية. باش يسفه أنا خطابي، ذاك الخطاب الحقيقي اللي فيه ثلاثة المستويات، عريت على الخلالات الأمنية اللي كاينة في الريف، هضرت على الفساد وفتحت صفحات ديال الفساد والعملية الثانية، هضرت على من حقوقي باش يعزلني. شوفوا اللعبة كي دايرة اللي كدير النظام والأجهزة والمخابرات، كلشي كيلعب هذه اللعبة باش نسفه واحد الشخص هو البين بأن ديك المطالب راه ما كاينش في الواقع، راه كاينة في عقل الشخص. شتي المستشفى والسبيطارات والطرق ما كاينش، راه ما كاينش في الواقع، لا كاين عارف افكار هي في عقل الزفزافي. اخطر لعبه دابا كدار معانا، واللعبه شنو هي؟ باش يبين لك الزفزافي راه ماشي معقول ودخل الجامع وكذا. علاش؟ شو الغايه؟ حيت الا بينت واحد الشخص معقول باش نبين بان مطالبه غير معقوله، باش انا نسفه المطالب خاصني نسفه الشخص حامل المطالب. هل لعبه الاجهزه التي باتت مشروخه اسطوانه ولعبه مفضوحه، ولكن نقول لكم المغاربه باش تنتبهوا لهذه اللعبه. دابا واش غيدير؟ غيدخل شكرا لكم باش يضحك، يعني هنا لان واحد الناس هذا الشيء هذا عاك يضحك هذا المهدوي، شكرا لكم ضحكتونا. شوف قمه يعني النداله والخسه الندل، يعني من كان راجل خش فيك في الدروج فاس فاس ما واجهتي، عطيتي لي واجه ابتسمتي بشهاده الصحفيين ديال بي بي سي، ومن انا ما كاينش شنو هي الحرب؟ الحرب 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 هو نكون في وجهك واعطيني واعطيك. واش انا مغربي وخا نهضر؟ واش انا نقدر؟ حرام حرام ندير هاد الخسه، حرام حرام. لو كنت انا خسيس وندل، وانا كنعرف انت كتمثل ذاك المعسكر، كان ممكن نكون ند ولعب المغاربه على العواطف، نقول هناك صراع بين معسكرين، معسكر يقوده الزفزافي ومعسكر يقوده مثلا مختار الغزيوي، فالزفزافي يمثل الشرف الوطني ويدافع عن حرمه المراه المغربيه، بينما الاخ الشرف المعسكر الاخر يمثله المختار الغزيوي، قال من حق امه ان تمارس الجنس واخته ان تمارس الجنس، كبغيت انا نمارس التضليل والعزف على العاطفه الجنس عند المغاربه، كل شيء يقول الجنس. نقول الملك واش واش الملك محمد السادس امير المؤمنين والاسامه ديال الملك، واش تبغي تكون نخبتك بحال هذا تبغي موت مارس الجنس اختو؟ واش هذا هو المجتمع اللي كتبشرونا به؟ انا ماشي خسيس لعب مع هذه اللعبه، يعني الاخلاق خليته سوى جاه باسني والحق اعطاني من الله. ها هو اخلاقهم واخلاقنا، ها الفرق ماشي انه هؤلاء اللي يمثلون الحوار، هؤلاء العالم ذكي، هذه الاساليب ديال هذه الاساليب الخاويه لن تنطلي على احد وكل شيء كيعرف. اذا هاد النقطة علاش بديتكم بها باش تعرفوا جوهر الصراع الآن. غنقول لكم عباد الله هاد السيد اللي كيهضر على الحوار وحنا ماردين وخارجين على الجماعة، لأن أنا قلت لكم الصراع فين كاين خطير؟ الصراع بين واش الأحداث اللي كاين في حسيمة، وهل هي أحداث تتبناها جماعة وهي أفكار تتبناها جماعة، أم أفكار تتبناها أفراد؟ هل اللعبة فين كاين؟ غير في هذا الاتجاه. ملي كتمشي لخطبة الجمعة تيهضر على الجماعة بأنها مع النظام ومع المخزن، وبالتالي الزفزاف اللي بعته خارج، ها هو الخطاب اللي كيروجو منار سليمي هو نفسه. وتصوروا معايا يا عباد الله، تصوروا معايا هذا منار سليمي، تصوروا معايا على بؤس وعلى تبهديل. احنا انا كمواطن مغربي بهدلني كاستاذ جامعي، قدم صوره سيئه على الجامعه، هذاك محلل سياسي، خصنا نتحاسبوا مع الدوله المغربيه على ذاك الشخص. واش عمر بن الخطاب شيعي؟ تقول هل بنتي ولا تقول هل واحد عنده 4 سنين، واش عمر بن الخطاب شيعي؟ وهم الشيعة بعضهم يلعن عمر بن الخطاب. قلت بأن هناك مسألة الانفصال، هناك مسألة التشيع، هناك مسائل متعددة تدخل، وتبين بأن الحركة لم تعد حركة اقتصادية واجتماعية، وإنما هناك من يدفع بها نحو سقف آخر. هذا قاد السلطات إلى التدخل. من يقول بأن الزفزافي شخص عادي يجب أن يقرأ مساره؟ هذا الشخص تمت صناعته وتم اختيار له لحظة معينة ليقوم بهذا العمل. لماذا؟ لأنه مثلا سيلاحظ لا من حيث خطابي تحليل خطابه المصطلحات المستعملة، ما أعطيك فقط خطاب واحد فقط، هو كثيرا ما يتحدث عن عمر بن الخطاب، وهنا يجب أن نقرأها بمفهوم تقية بطريقة مخالفة. هو يتحدث عن بعض المفاهيم. دعني هنا أوضح بأن هناك من يحاول من داخل أوروبا، جمعيات شيعية تحاول أن تنقل ما يسمى بالحج الشعبي إلى المغرب. وهم الشيعة بعضهم يلعن عمر بن الخطاب، ماشي حشومه هذه المعلومات، ماشي حشومه صاحبي تبهدل بالشعب المغربي. شوفوا نخبه الدوله، شوفوا حنا وهما، شكون اللي كيشرف الوطن المغربي؟ شكون؟
شكون؟ واش عمر بن الخطاب شيعي؟ ماشي حشومه عليك، ضربت عمر بن الخطاب بالشعر. واخطر من هذا، عمر الصحابي جليل مبشر بالجنه وتحطه في وضع الزرقاوي وبن لادن والظواهري، تقول بان الزفزافي رجل متشدد وارهابي ومتطرف، ودليل على ماذا؟ انه يستعمل اسم عمر بن الخطاب، ولا عمر بن الخطاب ارهاب ولا حشيش ولا سب عمر تستعمله في خطاب في دوله امارات المؤمنين. ماذا يقول امير المؤمنين؟ خصو حامي حمى المله والدين، وخصو يحمي، لان كاين استاذ عنده جمهور وكيأثر، ها هو رخى معلومه وهذه المعلومه غيستهلكها واحد الجمهور. اذا الدين هنا مستهدف، اذا الملك بصفته امير المؤمنين حامي حمى المله والدين مقتضى الفصل 41 خصو يدخل بصلاحياته. واش عمر بن الخطاب، نوضحوا معنا، خصنا نوضحوا، واش عمر بن الخطاب شيعي؟ ها معلومه خطيره. جوج، واش ارهابي؟ واش هذا ماشي البؤس من اللي يولي وديه نخبه المخزن كما مواقع الكترونيه البارح كاتب عليا انا، كتهددني بالقتل ويقولوا عليا فراش كتفراش. تصوروا عباد الله على دوله كي دايره، نخبتها كي دايره، يا عباد الله حرام واش امارات المؤمنين هذه تقبل هذا الشيء؟ حرام الاسلام اللي فيه القيم والتسامح والتكافل وتتمس حرمات الناس. انا فراش، والفراشه سبه في حق واحد الشريحه في المجتمع، صبه. هذه صحافه، هذه اخلاقيه المهنيه، وزير الصحافه تعطيه البطاقه وتعطيه التمويل، حيد المهداوي كاع. فراشه صبه ولا دابا كنتي فراش واش عرف؟ اللهم فراش ولا برقاق، اللهم فراش ولا بيع ضميري، اللهم فراش ولا متآمر، اللهم فراش ولا نكتب مقال ب 50 درهم، اللهم فراش ولا نكتب مقال بيطرد الروج، اللهم فراش ولا نكتب مقال ببكيه دكارو وكلكم، اللهم فراش ولا نبيع شنو فراش؟ شنو شريب عرق يا الحلال رسول الله؟ اديت الحق ضرب شي واحد؟ تآمرت على وطن على مؤسسات؟ شنو فراش؟ فراش عمري ما مديت يدي، تاجر خلصت من الجامعه وتحملت المسؤوليه ديال راسي وبعت وشريت وتزوجت وبنيت مستقبلي براجل ما سعيت ما مديت يدي. قمه ديال النجاح المغرب، تولي هذه صبه عليا تستعملها في الاعلام، ماشي انا تاثر فيا. علاش عندنا هذا علاش الدوله ساكته النيابه العامه على هذا الوسخ؟ ديك المره اعتقل انوزلا كاتب الاعتقال الكلب انوزلا. ها سير الشروخ بيناتنا يا سير الغزيوي، انه القانون ويا الحوار، ودير لنا شي مقال في هذا المستوى. عطينا السير غزيوي شي مقال فهاد صحفي بحال كيقولوا فراش، يا الله عطينا انت، عطينا السير غزيوي انه الحوار، عطينا شي مقال في القائد مفرح اللي قال لك اغتصب لنا بناتنا، اللي قال لهم المغاربه وفي العلن وزير الداخليه في راسه، الحموشي في راسه الهضره، فؤاد عين همه في راسه، ومالك محمد السيس في راسه، كلهم في راسه، ولا ما كانوش في راسهم فانهم لا يستحقون ان يحكمون هذا المغرب، لان واحد السيد مسؤول اداري خرج في الامه الاسلاميه، شنو هو الحكم؟ هو خصك تعرف انا شنو واقع لي في البلاد، شنو واكل، شنو شار، لا ما سقتيش الاخبار المصيبه اعظم، غدا تدخل عندي الجزائر، انت ما حاكمنش، وهي هذه، وكل راعي مسؤول عن رعيته. هو كيفاش راعي قائد مقاطع قائد اللي كيمثل الداخليه وزير الداخليه يخرج يقول للمواطنين بحالنا غنعسوا معاكم بالدارجه غنمارس عليكم الجنس لما كنتوش معانا؟ هذا هو خطابكم. الزفزافي قال هذه، واش الزفزافي هذه هو وكيل الملك ما بانتلكش؟ هاد الناس اللي ما بانتكمش الوكيل العام هاد الجمله، ما هو القائد قائد خدام. كيفاش انا غنمشي نكتب عليا شي بقعه تما وندخل عند القائد ونتسنى توقيعه؟ واش هذا يستحق توقيع؟ وها فين كنهضروا معكم؟ واش حنا وديرنا السي مختار الغزيوي شي مقال في اخبار الاحداث المغربيه؟ بالك عز زفزافي قاس زفزافي وكتب على هذا السلوك المنحرف ديال المسؤول الاداري. السؤال الثاني، شنو دارت الدوله معاه باش نعتبروا الزفزافي سخن راسو؟ ها فين كنختلفوا معكم؟ ما باغيش نعيشوا في النفاق وفي الكذب، ولا كنا غالطين نتمنوا تصلحوا لينا؟ واش بغيتونا نعيشوا في الكذوبه عباد الله؟ ملي كنقولوا المؤسسه الملكيه كنهضروا على التقويم، راه ما يمكنش تعيش بهذا الوضع، تنقولوا الدمقراطه عباد الله، ما بغيناش الملكيه في مواجهه الشعب، في هذه اللحظه اللي كيصدع كره بن، واش من المشكل اللي دارت الدوله خطير وعدف عليه الثمن غاليا؟ هو ان هذا بحث الاحزاب، تصوروا معايا كون كان بن كيران دابا بديك الشرعيه اللي كانت 2011، دابا كيواجه الحراك، على الاقل خالق نقاش وخالق صداع، حيدتي بن كيران وجبتي كركوز واحد السيد عينه ما والو، وانت الملك جالس كياكل اعصاب وحده دابا. يلا اذا شنو عندك مطالب؟ خاص يتصرف في البرلمان، وعاود ما تصرف في الحكومه وتصرف الاحزاب، ما كاينش احزاب، ما كاينش برلمان، الشارع مع الملكيه، هذا الوضع بغيتونا نوصلوا ليه؟ عجبكم؟ شكون اللي بحمله في اخر المطاف؟ شكون اللي انا بحمله اخر المطاف من هذا الوضع؟ هذاك السيد اللي كتقول لي انت يا احنا نحن ناس طيبين وانه والحقوق وهذه ايديا الحقوق، شوفوا المغاربه مشاهد عباد الله كيفاش دايره. ياك هادو ماشي رجال امن، هذاك مواطن، هذه في احداث، هذه عام، هذه عام في احداث 2011، واش هذا مشهد؟
تصورني انا اللي عنيف، هذاك تدخل امني، هذاك ولد شنو عنده سلاح قرطاس، هذاك عنده شنو عنده؟ قالت كتفرشخوا به كلكم بديك الطريقه، وهذا واش هذا مش ما يخليش فينا الحقره، ما يخليش عندنا جروح نفسيه. صحافي كيقول لك انا صحافي، وقالت كتكرفس عليه وكتضربه وكتعنفه، كيفاش حنا تقول لي حنا رحنا البنيه بخير؟ سمعوا عباد الله القايد، شوفوا شوفوا هذا المشهد، شوفوا هذا الفيديو. القايد كيضرب المواطن المغربي، شوفوا التصرفيقه اللي عطى القايد للمواطن. واش بغيتوا انا هذا المغرب؟ هذا هو المغرب اللي كدافع عليه سي الغزي والسي منصور السليمي. هذا القايد هذا شنو؟ هذا شيعي شنو هو؟ انفصالي. جيتوا لنا هذا الفزاعه الانفصال، والمغاربه كيستغلوا الاميه ديال البعض. واش ممكن دير انفصال في الحسيمه؟ واش كتعرف شنو هو الانفصال؟ ولا كتروجوا كتريقلوا على الشعب المغربي؟ كتعرف شنو مقومات الانفصال؟ العالم غادي في التكتلات والبنايات، المغرب عنده 40 مليون 40 مليون نسمه وجغرافيته قداس وما قدرش يبني اقتصاد. عتبيني نتايا الحسيمه نزيدك حتى الناظور شحال تما 50000 البشر 100000 شحال تبني من دوله تما؟ اش عيبني شكون؟ كي غادير لهذا الانفصال؟ شنو هي مقومات الانفصال؟ فين هو الاقتصاد تما؟ اش من طرق عندو؟ اش من علاقات؟ كي غادخل المنتظم الدولي كي غادير؟ الصحراء من 75 ما انا ما قدرت نفاصل، عتعالى ونفاصل. شكون اللي عنده شكون شكون شكون؟ عباد الله راهم كيضحكوا على العقل ديالكم، راه لا افق للانفصال لا في الصحراء ولا في الريف، واليافا عايقا وما كيقولوا لا انفصال لا والو، مطالب اجتماعيه عاد. واش سمعتوا شي انفصال دابا؟ كتسمعوا انفصال في البرنامج ديال بي بي سي؟ ما تعطاتيش الفرصه. واش كاين شي انفصال؟ ما كاينش، كاين الكذوب. مطالب اجتماعيه، سبيطار، سرطان، حشومه. كتعرفوا ذاك مول الدلاحه اللي كان كيدافع على المخزن في 2011؟ شوفوا حالته وسمعوا منه. انا مريض بالسرطان وكنمشي حتى للرباط وكنداوى كل 20 يوم، كندير البرا ب 5000 درهم باش تندير البرا كل 20 يوم تنديرها شيميو. وكان عندنا شي سبيطار حنا هنا في الناظور ما غاديش انا نمشي للرباط، وكان شي مستشفى ديال السرطان. وكون كان عندنا شي اطباء هنا في الناظور ولا عندنا شي سبيطار على حقو طريقو ما غاديش نمشي للكلينيك نتكرفص. وثانيين على الجد دابا نهضر معكم على هاد الخطره اللي في الحسيمه، هاد الاخ هاد الزفزافي نصر راه ما قال بوعيب، كيطلب لكم المستشفى ديال السرطان. انا هنا كنعاني من السرطان، واش انا هنا هذا هو موسى اللي كتعرفوه؟ اه، وانا الاول اللي كنت ندير الفيديوهات، ما خليت الفيديوهات في الصحراء، ما خليت في المسيره، ما خليت في الحدود ديال الجزائر، وكتشدني الغيره على المغاربه، وكتشدني الغيره على المغرب، وحتى على الملك كتشدني على الغيره. ولكن دابا كنطلب من جلالة الملك، يا جلالة الملك، يا جلالة الملك، شوف ربي، شوف ربي، أنا مزاوق فيك، شوف من حالي، أنا راني مريض، في السرطان، أنا كل ما لقيت خوتي المغاربة، كراني مشيت بحالي، كراني مشيت بحالي فوقاش، وراني كنعاني، كنعاني واحد المعاناة كبيرة. واش هذا يشرفكم؟ عباد الله، الشعب جالس كيسعى كلشي مريض، ماشي حشومة دابا كتبهدلونا قدام فرنسا. عطيني شي مشهد بحال هذا مول الدلاحه، شنو مسكين منكي 4000 درهم كانه يتيم من الدوله، يجي من الناظور باش يدق شوكه 4000 درهم، وقاس عايش بالسعايه هو قالها. فين هي الدوله المغربيه؟ شوف باش تعرفوا الدوله وهذا المخزن اللي كيحكم هذه البلاد انه ماشي وافي. حتى الناس اللي كيخدموا معاه كيما خان بن كيلان، كيما خان كل شيء، عاد توقف معاه نهار اللي جوهر الصراع. ما بغيناش نشوفوا بحال هذا مول الدلاحه بهذه الحاله البوس، ما بغيناش نشوفوا مفاتيح طالعه في البوط وراه كتبهدل. راكم بهدلتونا، شوهتونا قدام العالم، شوهتونا قدام الجزائريين، شوهتونا قدام الكون، شوهتونا المصيبه. البنات معظم البنات ديالنا دار العين فينا هنايا، والدعاره والوسخ، الوسخ والسب. وعباد الله اخطر ما كاين، واخطر ما كاين، كنقول لكم راه كما قلت قبيله في القناه، ووصلنا لان قبيله شنو كنت باغي نديرو ما تحتيش الفرصه، ضروري خصني تاثر النقاش، لان السؤال اللي كيطرح سياسي، واش احداث الريف وحراك الريف، واش حراك معزول زمنيا عجوا البارح ناس اش قتلهم، ولا هو امتداد لصراع سياسي قديم؟ ها السؤال باش الناس تفهم شنو واقع، باش ما حيدي ديك الانفصال والشيعه. راه تصدق لينا في 56 درنا حكومه عبد الله ابراهيم في 60، هذه الحكومه باشرت اجراءات وطنيه رائعه، ما يسميهم عباد الله بالقوه الثالثه، كان فيها الامير مولاي الحسن بالتنسيق مع
احرضان والخطيب هذا اللي يعادل مع عباد الله مشاو داروا انقلاب على على على, على سميتو اطلعوا حتى دفعوه قالوا مسكين. تما بدا العدل العكسي خرجوا الناس 62 داروا لهم ديك المؤامره ديال 63 قالوا حق راه باغي يغتيل ولي العهد. راه المؤامرات مش عندهم انفصال. تاريخ المغرب دائما المخزن كي مشاو الاتحادين بداو تيعتقلوا عليهم في الانتخابات ملي قربت الجماعيه لانهم كانوا غيديو مقاعد. جات الاحداث 65 طلعوا فوق تيضرب بالقرطاس من فوق عباد الله والفساد في الجيش. جا الجيش عاوتاني انتفض من داخل واخا كانت خيانات وانتفض وانتفض الجيش في 71 و 72. شنو بغيتي؟ جبتي لي انت الخطابات ديال المسلسل الاجتماعي والسلم الاجتماعي والضوء والمغاربة وكذا. جبتي لي 81 عاوتاني رازيتي لي الضرب في ربع ساعة سميتي لي شهداء كميرة جرحتي الشعب وبديتي كتدقدق في كازا في ربع السوايع ولا كذا. شنو بغيتي دير معايا كاع؟ وصفتي لي في 84 بالأوباش وقاس كتفنطز عليا وكتقول لي الملك رئيس الدولة وغنخلي دار بوكم وغنطلي لكم داركم وداك الشيء وليتو غنخليو دار بوكم هكا الأب والسب والقذف ومع ذلك لم ينفد صبر الشعب المغربي وبقى مرتبط مع الملكيه وباقي لدابا. شنو بغيتو فينا كاع؟ شنو هذا الملك الله؟ شنو قصدير باقي لدابا؟ دور الصفيح باقي لدابا؟ الضعاره باقي لدابا؟ التنميه البشريه باقي لدابا 130 الصحافه مكراسين 100 ومصيبه كحله 140 اكبر نسبه الفساد في جميع المؤسسات ديال الدوله. فين هي التنميه؟ شنو هي التنميه عندك؟ شنو هي؟ انا ساهله انا نضحك عليك نمشي على صندوق النقد الدولي ناخذ 400 مليار ونبني بها برج وندير لك الشرطيات في الطريق والشعب يخلص. ولكن انا راه قاس كان لكم الثروات ديالي الخاصه المشاريع هادي راه شنو؟ ونقول لك انا هو كان واش الطرقان؟ السؤال ماشي تبني لي البرج والطرقان، السؤال واش بنيتي الطرقان درتي واحد الحركه ذهنيه استثماريه ونفست عليا ولا غرقتيني ديونات؟ وانا دابا نحكمو نشهز لك انا سيدي كاع الكريديات وندير لك انا الشمانط والتي جي بي. ولكن السؤال خطير، منين جات الفلوس ديال بناء المشاريع؟ واش كاين شي؟ وانت عندك عندنا 81% من 81% من المديونيه. هذه هي العمليه. دونك جات 90 عاوتاني الاحداث ديال فاس الاليمه ودقدقوا عباد الله وجد وملي شافوا المصيبه عيطوا محمد بوستة يدير التناوب الاول ورفض بوستة يجلس مع الرئيس البصري وبقينا عايشين. جات تقرير البنك الدولي 95 كارثه تم دروس مصيبه 2 مليون ما كيوصلوش للمدرسه كذا المعيشه قالوا له راه غتشعل فيك العافيه عيط على اليوسفي حلبوا على القران ضحكوا على عباد الله. كان تمت لان كانت شروط ديال الملك كان مريض وكانت امكانيه ديال بنيو تما موازين القوى وجاو الناجي الحليمي والربعه ديالو والشقار وحبيب مالكي هذا اللي راه رئيس مجلس النواب. انا عاكس وحبيب مالكي واش غضحكوا علينا حنا؟ راه ما ضحكوش علينا. انا عاكس وحبيب مالكي راه صور جابوهم جابوا عباد الله وضحكوا على الشعب المغربي. ثبت لهم اليوسفي المساله وداز انتقال ديال العهد الثالث من الحسن الثاني. الملك بدا عاوتاني بهيئه انصاف المصالحه الامازيغيه حيد الاقامه الاجباريه على عبد السلام ياسين وزرع الحريره عندك بلادنا في المستشفى كذا واحد الهيله الاعلاميه قال هدا سالينا مع ذاك 2002 قالوا اليوسفي تهلا في راسك غيبدا العدل العكسي عاوتاني مع جدو يلاه تما غيبدا الفساد المالي وراك عاوتاني المشاريع. شنو بغيتو منا حنا هادشي؟ ما كنعرفوش قلنا شي حاجه واخا ما كاين مشكل. طاف 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 2003 16 ماي عاوتاني راه عاونتهم دق 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 وعطاو الدنيا رازا والحركه الاسلاميه ترازا وكان كلشي ترازا. 2009 كاي وجد الحزب ديال الدوله عاوتاني مقادد مزيان كاين لا حياه حقوقيه اعتقل لو جورنال اعتقل الصحفيين سد هذا بريضه من شمسي تهلا في راسك انوز تهلا في راسك الصحافه كتخرج الحقوقيين ايوا صافي. شنو هو في باغي في غادي بهذا الشيء؟ شنو غتقول لك؟ وهذا هي الاتجاه غادي عند القدام فينيش نظام الحكم بحالو حسن الثاني على الاقل خلاو واحد الحلقات وسط هذا بقينا غادي عنده فين غنمشيو؟ علاش خرجوا 120 مدينه لو كانت التنميه والبلاد زوينه؟ خرج لك البشر بزاف يعني راه عندك مشكل. لو كان بنادم واكل وشرب ما يخرجش واخا تميتي غادي غادي. جات الاحداث ضربها 2011 يلاه شنو خرجوا 120 مدينه خرجوا الناس قالوا الخطاب ديال 9 مارس تكالموا المغاربه بالحكمه قالوا ما كاينلاش قالوا نديروا الاصلاح ديال الدستور تكالموا شي دخل شي خرج ما كاين ما دخلوا الناس خلاو هذه الحكومه هذه حتى العدل والاحسان قالوا ما كاين ما نعطيوها فرصه خلاو عطاوها فرصه ديك العدل والتنميه. ايوا كي درتي العدل والتنميه ها العدل والتنميه خرجت عاونت على الحراك بن كيران لعب دور كالمه ما بانش النظام في الواجهه بان بن كيران واجه طاف طاف بقى كيهز في الوسخ بن كيران وفي العصا وفي العصا 50 وهز هذا الاخر العصا وغير عاوتاني مشى الحراك وتكالم الاوضاع قالوا هاد بن كيران راه لغتو كتبرزتنا وماشي ما عندوش عقل فرانكفوني درتو التفاف عليه جات انتخابات 125 مقعد عنده وعطيتيه قطاعات وكانه ضيع 10 المقعد وجايب واحد اخنوش ما عنده لا مصداقيه لا كاس كيتبورد على الشعب المغربي وراز وراه الزفزافي كيشوف وراه المهداوي كيشوف وراه النقيب بقيوي كيشوف وراه الشعب كيشوف. وشنو بغيتو انا نديرو؟ واخا خرجوا لنا الريافه التفيتو التفيتوا على النتائج ودرتوا ما بغيتوا دير صبتوا حكومه على المقام خرجوا لنا نزلية في 7 اشهر النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث وانت راك متربص بالحراك كتقول عفوا باش نضرب ما نضربش تسنيتي 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 تهيئتي الشروط مزيان ها
واعترف شي في الاول بانهم خائنين وكذا، ومشيتي عندهم عاوتاني شويه بديتي عاود ها السيمفونيه ها ها الانفصال ها الشيعه ها شنو هذا الشيء. تصور اخي باش تسمع، وراه خصكم تعرفوا المغاربه. انا عيطني شخص من اسبانيا كيقول لي اتصل بك السيده خطيبه ديال الزفزافي، وانا عارف ما كاين لا خطيبه الزفزافي لا شخص، وكتبكي عليا عباد الله كتقول لي اشنو غندير اخويا. قلت لها واش انا ناشط سياسي؟ انا صحفيه الشريفه باغي موقف باغي يعني شنو كيبان لك؟ يعني كاين مخطط ديال التسجيلات الصوتيه ديالي واش نقول لها انا خرجوا الشارع ديروا عسي؟ انا ماشي انا ما كنحرضش، انا كنناقش بوجهي المليان اللي بقلبي كنقولوا، وعارف المخابرات كتسجل عليا شنو بغيتو؟ زعما انا ما تنفهمش. ومصيفط لي من هنا ومن هنا، ونفس ذاك الشخص اللي هضر لي من اسبانيا هو ذاك الشخص اللي عيبان حدا ناصر الزفزافي في الجامع، وهذاك الشخص كلشي تعتقل على الزفزافي الا ذاك الشخص هو باقي الان حر طالق، وهذاك الشخص هو اللي بدا كيحرض في الزفزاف. لا ماشي معقول شخص لا اش عاد كان ماشي خطبه عاديه هذاك صحابكم، حنا راه حنا ما عندناش المعطيات يعني، وكلشي مشدود الا هو ذاك الولد. وشكون هو هذا الولد؟ خصكم تعرفوا علاقته بزعيم سياسي بحال الاستقلال، راه معروف قيادي في الاستقلال ولد عمو. يعني شنو وقع؟ حتى جات اللعبه الطاق وشيتي لمقدس الجامع باش تقلب الراي العام المغاربه، وفي الاخر نبانو حنا على راسنا سخون وتصيفطوا لنا حنا الرعاع يسبونا وحنا وطنيين. زفزافي وطني مخلق ود الناس، يولي واحد كيبيع ضميره والله العظيم والله العظيم بيطرو تشرب بيطرو تشرب حتى يبيع الوطن. كنعرفهم وتقدموهم لنا وما كيعرفوش يهضروا يسبوا عباد الله، وتوليو حنايا في وضع ضعف وضع دائرة الاتهام، نولي انا عايش مخلوع صحفي غايد عايش ضربوا لي لا غنموت هنا، كلشي كيعيط لي مالنا على هذا الفزع اخو مالنا عايش مفتون اش بالاستقرار هذا، كلشي مخلوع كلشي مرعوب. مشيت قبيله لقناه بي بي سي قيام عريض اتصالات حتى كنخرج عند شي ناس كيقول لي قيام عريض عليك قال لك لا سخون مالنا اخو اش كنقولوا في ملك الله؟ اش كنقولوا في ملك الله؟ قمه النضج السياسي كنتقدوا اوضاع وتنقولوا الضامن والصمم امام المؤسسه الملكيه، هذا الطب ديال الوعي السياسي. واش نقول لك؟ ياك باقي كنخلي لك المؤسسه هي اللي غتدخل وما ننتقدهاش. واش الله؟ واش الملك محمد السادس الله على كان الله ورسول والله لا استقدته يا عباد الله خليفه تقول انتقدوني فقوموني، علاش داير لنا هذا الرعب هذا؟ لا الملك لا قيسك تسمعوا هذا المؤمن هذا المامون الدريبي ولا ناش مصيبه ناري على خطاب عنده عباد الله، ناري على خطاب سمعوا واش كيقول عباد الله. ملي كيجي واحد متملق شاعل سيجار وكيحلل في الصالون ديالو مثقف دميكا هبط معنا الارض واقع لك تي كابابل، وتقول لا من حقه هذاك الجبان هذاك الزفت اللي بهدلتي ليا في الله يعطيك الدل، الله ينزل عليك النعنه وانت اللي معك اليوم الدين رياف القرايه العلماء هما حنا ما تعرف حتى تتعرف جمله الكسول يا السلمية يفهم العوج، انت راجل انت تخبى ورا مرا ريافك تخبى ورا العيالات الشماتة. اولا هذا خصكم تعرفوا في اذاعة تابعة لمن؟ لاحمد الشرعي. من هو احمد الشرعي؟ هو ذلك الشخص الذي ذكر اسمه في تقارير منسوبة للمخابرات المغربية لاجي، هذه كان نقاش يعني مش شعبنا المغاربة، وهذا الشخص كيقدم راسه عالم نفسي ولا مع الطبيب نفسي، مهم مصيبة كحلة. وخصكم تعرفوا بكينا وثيقة الآن تروج وسط الصفحات، هذا الشخص قال لك ما طبيب ما عالم نفسي ما بروفيسور ما حتى شي حاجة مرة كحلة. دابا اش كيقولوا المغاربة هنايا؟ تيقول بدون ما يسمي افترضوا الزفزافي وراه كيعني ما عندوش الشجاعة باش يسمي، قال لك الله ينزل عليك الدل، وقالوا الله ينعلك يا الجبان يا الكسول يا الفم العوج كتخبى ورا المراه يا الشماته. ايوا دابا غنرجع هذه اخلاقهم واخلاقنا، ها النخبه ديالهم ها النخبه اللي باغي النظام يدافع عليه. انا كنسال الملك محمد السادس بكامل الاحترام شنو بغيتي يا الملك؟ واش يدافعوا عليك هادو؟ واش هادو هما شرفوك يكونوا هادو ادواتك؟ النخبه هي هادي ولا يدافعوا عليك بحالنا حنا؟ اختار. انا ما يشرفنيش هذا، هذا امير المؤمنين الاسلام الله ينعلك الله ينزل عليك الدل. هذا خطاب في قناه اعلاميه كتاخذ المال العام يوجه نسمع الله ينعلك الدل اللعنه الجبان الكاس الفم العوج. تعيب بنادم اش كتعيب البشر كتخبى ورا مراه؟ تصور اساءه للمراه وما للمراه، وفي النهايه دابا الملك خصو يخرج يدافع على مدونه الاسره ودار لها اصلاحات في حقوق المراه تخبع ورا مراه، كاين يسب النساء اكثر من هذه، وخاص الحركه النسائيه ديال دعوه كيفاش كتخبع ورا مراه؟ علاش المراه ديال المراه عوجه المراه ضلعه والشماته؟ هذا ماشي السب والقذف،
فين هي النيابه العامه دابا؟ ها هي جريمه مشاعه. يلا عسي اوجار، علاش كنقول لكم راه صراع سياسي؟ راه النيابه، راه القضاء ما كاينش في المغرب لصالح الامني. ها الخطوره، ها هو ده القاطع. النيابه العامه كتحرك بجوج المستويات، اما كتكون الشكايه كتحطها لها فوق المكتب او بالوشايه، ها هي والصحافه اخبارها وشايه. ها هو والله لا تحرك لا اوجار ولا من غير اوجار، ما كاينش قانون. اذا اعتقال الزفزافي اعتقال سياسي. علاش كنقول لكم ما كاين والو؟ الا ما هضرت، الا ما هضرتيش مع القائد ديال بوفراح واعتقلتيه، والله تاع اعتقال الزفزافي اعتقال سياسي. هذاك الاعتقال ديال هاد المعتقلين كلهم يضربوا ويهرسوا، ماشي شغل يديك في هاد اللحظه. فوكاش عمرك جرائم، الا كان القانون كينسحب على الجميع، هذا غيقول غنغتصب امك واختك والدنيا هانيه. القانون سكت، هذا كيسب في العالم الشماته، السب القذف خليتيه. اذا انت لست، ليس القانون كيحكمنا. كتقول لي الفم العوج يا الجبان، واش كيقول لك الله؟ عباد الله الاسلام، غنشوفوا الاسلام يا كتضرب الله وان الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت ان الاسلام وهذه الامه والمذهب. ياك انت السي ميمون الدريمي، ولا واش انت؟ انا كنسول، واش منافق؟ واش مريض؟ هذه اسئله. واش كذاب؟ واش ما عارفش؟ واش الله اعلم. انا غنتمسك كاع العذر، ولكن غير انا كنطرح اسئله انت جاوبني عليها. اش كيقول الله؟ لا يحب انه يعجب. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. عباد الله، هذا الله. واش هو دابا؟ تصلي وتصوم ودير كريشه ودير واحد الفوقيه وتقفر الصيام، هذا هو الاسلام. ها هو الاسلام، تعاليمه طبقها في السلوك الانساني. انت كتقول فم عوج، جبان، شماته. ايوا واش كتقول في هذه الايه القرانيه؟ اش غيدير لك الله وفق هذا الشيء؟ لا طبق عليك هذا السب، فين هو اسلامك؟ واش الزفزافي غيدير لك هكا؟ واش الزفزافي عنده هذه الاخلاق ديالك؟ هذه الاخلاق هذه ديال المسلمين، حاشا تكون انت مسلم. لا يشرفني انا نشرك معك الاسلام. تسبوش على الناس، قول الافكار، قول انه هو. شتي تقول له شماته فمك عوج؟ وداك خلق الله، فين هو خلق الله؟ فمه عوجيه. ودابا شحال واحد مسكين دابا فمه عوج المغرب؟ شوف شحال مسيتي من واحد معاق، شحال واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه. شوف الاذى اللي لحقتي بالمسلمين. شوف هذا الاعلام اللي كيتنشر، هذا شوفوا فم عوج. وداك فم عوج، ولكن قلبه ماشي عوج، عقله ماشي عوج، اخلاقه ماشي. انت فمك مسرح، كي قلبك عوج، قلبك اسود حقود، كتخدم اقليه. شنو هي دابا تقول له فمك عوج؟ شنو هي السب والقذف؟ وكان الله سميعا، والمعنى ان الله لا يحب الفاحش من القول والادلاء باللسان الى المظلوم. وقال عليه الصلاه والسلام: ان شر الناس عند الله منزل يوم القيامه من تركه الناس اتقاء شره. وفين المسلم من سلم الناس من يده ولسانه وعرضه؟ فين هو الاسلام عباد الله؟ قاس كيعاير عباد الله. ان المسلم له حرمه عظيمه في ذمته وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. واش انت عندك الحق تسب؟ ما كاينش القضاء في البلاد، عنده جريمه يشدوه البوليس يسمعوه القضاء يحكم القضاء يمشي للحبس. نفترضوا فاي حق انت كتمارس العقاب وليتي كتسب؟ شنو هو دابا انت؟ شنو هو؟ حرمة ويومكم هذا شهركم هذا بلادكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يوم. لم يكن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم السب والشتم. فعن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا. كيقولوا لنا الله ينعلك. عباد الله، عباد الله، عباد الله. أما أنت والله بريفي والريف بريء منك أنت ومن أتباعك. وهذا المسلم عباد الله كما كتسمعوا تيحلف بالله، واش كيقول لك الله؟ ولا تقل لحلاف هماز. هو كيحلف تيقول له والله أنت مريفي. اي حق تحلف انت بالله مريفي؟ علاش باغي تسحب عليه هاد انه ماشي ريفي؟ وكاين شي عنصريه اكثر من هذه؟ والله انت مريفي، شنو زعما ريافه؟ الجنس الالي بحال العقليه ديال مغاربه بحالنا بحالهم، مواطنين بحالنا بحالهم. علاش والله انت مريفي وهذه ماشي اخلاق ريافه؟ والله ريافه ما كيديروا. ايوا بمعنى اخر، ان السواسره اخلاقهم خايبه وغرباوه خايبين. كاين شي تفريقه والفتنه كتزرع اكثر من هذه؟ كاين شي تملق اكثر من هذا؟ اللي سول عليا عمال تشنقت معاهم في الاداره، دخلت عند عامل غوت عليه في الاداره وغوت على القوات المساعده قلت لهم خرجوا عليه هذاك. والله ما نخرج لك، مالي درتها باغي كريمه لمي، مالي درتها باغي كريمه لختي اللي امي باقا في دار الكرا، والدواء اللي عندها والادويه اللي عندها وهذاك الشيء اللي كتشد من المقاومه ما يكفيها تمسكه. سمعوا المغاربه هذه المصيبه الكحله، تصوروا كيفاش كيهضر. قلت دخلت عند عامل وحيحت عليه ودرت له. اولا انسان فوضوي، انت كتعترف بها علنا. يعني شكون هو العامل؟ العامل ممثل الملك. واعطيني هذه المعادله الخطيره، انت متصل بالملك ومتفق مع الملك، ولكن انت منفصل على ممثل الملك. شوفوا التناقض والنفاق. اللي كيحترم الملك كيحترم الممثل ديالو. الا كنتي يعني انسان، ولا علاش تحيي على العامل؟ ياك انت رجل قانون وقضاء، ولا كاين شي سلوك مشي للمؤسسات، علاش غدير الفوضى؟ ها هو الاول. ثانيا، حتى بهذا المنطق هذا، كيفاش كتقول
أنا بعد العامين وأنا قدام العامين، أنا بعد هذه ولا تفاخروا ها ولا تزكوا أنفسكم، ياك هذا الإسلام، ولا تزكوا أنفسكم. أنا مش بعد العامين، واش درت أنا؟ واش أنا هو اللي كيشوفوا قمة الأنانية، وقشوا على التضخم ديال أنا، شوفوا أخلاق واش المسلمين كيديروا هذه المصيبة، وتقول لك أنا أمي خلاو لها في المقاومة تمسكة. إذا الزفزافي اش بغيت يدير؟ ملي أنت أمك نصدقوك، وخا هادشي أنا ما نصدقوش منك، نمشي معاك في التحليل. إلا كانت أمك مقاومة وباك مقاوم كما كتقدم، وباك امك اليوم ما قادرش يشري مسكه اللي كدير 30 فرانك، مسكه هيك مسكه ب 30 فرانك، هي اش بغيتينا نديرو؟ نبقاو مستقرين وندخلو نصليو الجوامع ونخرجو، ها شنو نديرو؟ نلبسو الجلال بويض نهار كذا. ايوا هذا قمه، هذه انت كتعترف مسكه مقاوم ما قادرش في المغرب يلقى مسكه، وبغيتينا نبقاو مستقرين وهادئين. المسكه وواحد اخر جالس كياكل خروف كيضرب من وجه ضربات يرمي في طريق الزبل، قمه الفساد. ونبقاو حنا كنشوفو واش كاين شي تنويم مغناطي، واش كاين شي قرقوبي دابا كتعطي للبشر انت اكثر من هذا؟ واش انت مثقف؟ الجزائري اليوم ما لقيت اللحم باش ياكل، ما لقيت الخضره باش يشريها، ما لقيت الدواء ما عندوش. وريني نمشيو نشوفوا السودان اللي اكبر منطقه فلاحيه في افريقيا، السودان ولادها ميتين بالجوع. وريني نمشي نشوفوا مالي، وريني نبقى نعدلك تدرك راسك. امريكا ناس راهم مرميين برا، ما عندهم لا دواء ما عندهم ماكله. امريكا والله ناس كيترماو في الخلاء، عايشين مع الكرتون. بعد ما كان تريدر كيدخل الملايين، صباح عنده قرعه تشرب وشاد ميكا. كتلقى شي مغربي اليوم ميت بالجوع، كتلقى شي مغربي اليوم جا واحد حيد له داره، ولا حيد له مرته، ولا حيد طوموبيلته. يلاه كاين شي مصيبه اكثر من هذا؟ كاين شي تصريح؟ كيفاش انا دابا اللسان ديالي غيرقد؟ يعني شوفوا هاد السيد هذا شنو بغيتو نوصفو؟ انا ما يمكنش نسبك، اخلاقي ما تسمحليش، ولكن راه خصك شي عقوبه، خص القضاء، خص الدوله تدخل معاك. وكتقول بكي الجزائري ما كيلقى ما ياكل، ما استثنيتيش، ما قلتيش على الاقل واحد الشخص في الجزائر، قلتي اي جزائري ما كيلقى ما ياكل. شوفوا على تدليس كيدير على وعي الشعب، على كذبه. واش انت درتي شي دراسه شي بحوث؟ ساليتي في الجزائر، المعطيات ديال الجزائر، ما كايناش شي مواطن، وقال لك كاين شي مواطن كيموت بالجوع عباد الله، واش نوريه انا الموت؟ عقلتو على الدريسيه وكتسعى؟ شنو هو الموت بالجوع؟ كيسعى بنادم؟ واش ما كاينش فيديوهات الناس كياكلوا من طيارة الزبال في المغرب؟ واش ما كاينش الناس كيموتوا بالجوع وبالبرد في المغرب؟ والناس كيموتوا بالدواء ما لاقيش حتى شي وكيدوقها كيموت في المغرب، وبلا ما كيموت بالبرد في المغرب. واش هاد السيد هذا عايش فين؟ واش هاد السيد كيضحك على، واش ما كيحشمش؟ وعباد الله، وهاد السيد هذا راه خصو يتحاكم، وهذا راه ممكن يثير فتنه مع الولايات المتحده الامريكيه، قوه عظمى واول قوه اقتصاديه في العالم. قال لك الناس ديالنا نعسان في الكرتون، وما كيلقاو الدواء، ما كيلقاو ماكله. واش هذا هبيل حمق مصيفط علينا؟ سوا يقدر يخلق لنا هذا ازمه دبلوماسيه مع واشنطن، لان واشنطن كتعرف القناه ديال ميدرادي وديال محمد الشرعي، وربما يشكوا ان راجيد راه ديال راجيد المخابرات، ويقولوا هذا مسخر. واش كتلقي الشعب؟ واش اللي خرج لك الشعب الامريكي؟ واش ولا كاين الشعب الامريكي كينعس في الكرتون وفي الدوايات؟ علاش مصيفط له كاع ولادك تما وبناتك والقرعه وكاسين كتهبلوا كلشي مدلع الشعب؟ ودخلهم هنا يجيو هنا نوريكم، علاش غادي عندهم تما كدلعوا عندهم؟ واش ما كتحشمش؟ ودابا المغرب الشعب المغربي شبعان هو واكل، والشعب الامريكي ميت بالجوع. واش هذا حمق؟ وهذا راه خصو عباد الله خصكم تخرجوا عادي، خرجوا في الشوارع المغاربه على التصريح. واش هذا هبيل؟ دابا الشعب المغربي بالجوع، دابا شكون هذا المغرب هو القوه الاقتصاديه الاولى في العالم؟ امريكا شحال من كلاس؟ هذا راه خصكم المغاربه، هذا خصو نبقاو تندرو به في الجلسات، وفبقاو نجلسو نقلمو نضحكو ولادنا، نبقاو نجبدو هاد النكته، هاد الميمون صابولو شي تصويره في البيت، ونبقاو نقشو مع وليدات. واش دابا الشعب المغربي كيلقى اش هذا هبيل؟ واش المغاربه ما كيموتوش بالجوع عباد الله؟ كيموتو بالسعايا عدد منهم كيا. واش ما كتشوفوش كتشوفو في اليوتيوب مغربي ياكل من حاويه الازمان؟ ولا كياكل من حاويه الازمان ما كيموتش بالجوع؟ شحال مغربي كتبو عا في اليوتيوب ما تهضروش مع المهداوي، كتبها. قال كل مغربي ما كيمشيش دارو، المغرب كاين شي مغربي كتمشي له الديور ديالو. واش المغاربه ما كيمشيو لهمش ديورهم عباد الله؟ واش ما كاينش مافيا العقار في الدار البيضاء؟ السيد عايش في اوروبا كيجي كيلقى الدار وتحفظت وداها له شي واحد. واش ما دارش الجزيره قناه دارت عليها وثائقي على مافيا؟ واش هذا حمق؟ واش هبيل؟ واش ما كاينش مافيا العقار؟ واش هي هذه هاي هاي اي تفاسكا؟ هاي اي تفاسكا قبيله 40 قطار دارهم المجلس الاقليمي للجماعه السوريه لاي تفاسكا، هاي 40 قطار وعباد الله 40 قطار، هاي ارض وعق. وجابوا لهم جماعه دوار جابوا لهم واحد الدوار على اساس ياخذ واحد المسؤول سابق باش يدير انتخابات، دخلهم دوار في دوار. وكاين حكم القضائي ديال الملك باسم الملك، وهذا الحكم القضائي والداخليه اش كتقول لهم؟ كتقول لهم هذاك الدوار لا علاقه بهذيك البلاصه، راه ديالكم، حكم قضائي صادر باسم الملك. ومن بعد دخلوهم وها هي الوكاله، وجايبين لهم واحد السيد هاد الزوير، هاد الزوير سيد كاع ماكينه مره لا يبسو لالي
يا خص القايد دابا يقول تكون زور هاد السميه. وها هي هو السيد ما كيقول ما كاينش كاع هنايا. شنو هو هذه يا الاستاذ العظيم؟ خرج هضرنا هذه عا وحده، هذه عا وحده، هذه عا مين جاني عاد دابا عاد هذه عا هذه حسبها ما كاينش، هذه حسبها ما كاينش، ما كيمشوش الناس العقارات ديالهم والديور ديالهم. المغاربه راه كيفرقوا بين الشجاع وبين المتهور. الشجاع ها هو شجاع، ها ها هو شجاع. انا شجاع، انا نقول لك وتحداك، انا شجاع، انا شجاع، ووالديا شجعان، وحبابي شجعان، وقبالتنا شجعان، لا ملي حسن لا من الوردي لا في الريف شجعان، والمغاربه تيعرفوا المعدن ديالنا شجعان. اذا هاد الشجاعه مقابلها الوقاحه، مقابلها الفوضى. ياك الاستاذ المسلم، وفين هي من تواضع لله رفعه؟ فين هو الاسلام؟ كنفكر على الاسلام ديالك، واش كاين شي عنتريه وكاين شي تجبر وكاين شي قمه ديال النرجسيه وديال انا كثر هذه المصيبه؟ هو فاشل وصفتي وانا شجاع، ها؟ فني ولا تزكوا انفسكم. شنو يقولوا المغاربه؟ شكون سكرك العروسه؟ كيفاش انا ونحن انا شجاع وبوا شجاع وقبيلتنا شجاع؟ كاين شي خطاب عنصري اكثر من هذا؟ كاين شي خطاب اللي كيزرع التفريق اكثر من هذا؟ هذا ماشي انت ماشي عنصري، انا شجاع وبوا شجاع وعائلتنا شجاعه ونحن هما الشجعان اللي كينغب وحدنا مضويين البلاد. واش هذا خطاب اخلاقي يا عباد الله؟ ريافه ما يخونش الكلمه، ريافه ما يغدرش. غنولي نسمع انا خوالي ريافه اليوم تيقيسوا في البلاد، تتقيسوا في الجوهره. دم جدودنا وجدودكم تما راه باقي كيسيح. هذا اللي كيتحرك اليوم والله ما عمرو جدو ولا باه كان في الفداء. ونتحداه يوريني التاريخ ديالو، نتحداه شي واحد يقول لك انا ها التاريخ الفدائيين ديالي وريه لي نشوفه. شنو هو هذا الخطاب؟ الريافه ما كيغدروش، الريافه ما كيخونوش، الريافه الكلمه، الريافك ايه وسواسه والشلوح وغرباوه والحسانيين والتطوانيين. واش تشوفوا باش تعرفوا كيشوفوا قمه العنصريه والتفرقه والتمييز بين المغاربه، وجريمه التمييز في القانون الجنائي واضحه تعاقب عليها القانون. والصحفي شوفوا المصيبه ما حبسوش، شوفوا اخلاق المهنه، شوفوا ذاك الصحفي اللي حداه. يعني احنا اليافه شوفوا قمه الادب وقمه. يقول لك واحد الجمله، قال لك بوه ما كانش فدائي ولم يكن، ولا المهدوي ما عمر بوه ما كان فدائي، صافي ما عنديش حق نهضر. يلا ام الفاتحه ما عمر بوها كان فدائي، ما تهضرش. زيد شكون؟ ام عائشه ما طلعش البوطو، ما كان لا باك ما كانش فدائي، هبطي من البوطو. شكون اخر عاوتاني؟ لا اللي بغى يدير خصو يكون وها انت باك فيها، شحال واحد بوه فدائي وفي الاخر باع الماتش. شنو هاد هذا الاحتباء؟ بوه كان في هذا العزف على اللغه. انا والله واش عارف فيك تحرف بالله؟ علاش كتسب له بوه امه؟ علاش؟ علاش مشيتي لبوه امه؟ هاد قله الحياه الوقاحه، انت كتقول الوقاحه، كاين شي وقاحه اكثر من هذه؟ والديه هذوك باش جبدوك هاد الوالدين؟ علاش ماشي فدائيين وما فدائيين وماشي فدائيين؟ انت ريفي، انت انت ريفي، غا حشمتي نجمع لك ولاد عمي نطلع تما نقطعك، نطلع لك تما ونقطعك انا وخوتي. ها هو عبر على رغبه في ممارسه العنف. علاش تمارس العنف عليه؟ واش كيقول العنف في القانون الجنائي؟ واش كتقول النيابه العامه دابا؟ ها هو جريمه العنف واضحه دابا، ها هو يهدد بالقتل. هل يرضيك يا ملك البلاد؟ كنرجع لهذا السؤال، ان تكون هذه نخبتك يهددون شعبك بالعنف على وسائل الاعلام؟ نطلع تما ونقطعك. واش الزفزافي عمرو قال غنطلع نقطع؟ ولا رفاق الزفزافي؟ وانا ملي كنجبد لكم الزفزافيه المغاربه باش ما تطيحوش ديك اللعبه اللي باغيين نطيحنا هما عن باب الاستدلال، ما هو راه حراك شعبي، حراك ديناميه نضاليه. اما الزفزافي فقط عنوان لحراك، ستانسامبور غير رمز. ما راه يمشي الزفزافي يموت الزفزافي، يمرض الزفزافي، يمشي المهداوي يموت المهداوي، راه ما يمكنش ضربوا الشمس بالغربال كما كيحاولوا الان اختزال الحراك في سلوك اشخاص. وتحيه للزفزافي من هذا المسكن المتواضع، حياك الله يا الزفزافي، حياك الله يا جلول، حياك الله يا ربيع الابلق، يا ابطال، يا شرفاء الوطن. واش كون ما كنتوش نتوما غنعرف انا هاد المصيبه كاين في البلاد؟ عقولوا لي كي كتعرف انا شي حاجه انت مامون الدريبي، ملي كنت غندوز لها. ها هو عش، ها ها قنبله تبانت. تصوروا هذا شحال كيعمر واحد جالس كيدجن. ها عباد الله سمعوا مامون، وكنسائل الملك، انا كنعرف على الملك في هاد البلاد اللي كيحكم وقابل الحكم ديالو، والله ما نمشي عاد شي دمدومه ولا عاد شي عثمانيه. واش ملك البلاد؟ انا عوضح معانا خطاب حداثه لمدونه الاسره مزيان، وهذا راه كاين رجع كيرشر السعواده،
تيقسمعوا له خطاب واش كيقول للصالحين وتيكذب تيجي بالشعوذه تيبيع الواب تيدجل واحد الخطاب تيفشل هذه الحداثه. خطاب تضليلي داعشي، خطاب فيه واحد تيدير واحد الخطاب تضليلي خطير. ها الزفزافي ورفاقهم والزفزافي ها هي مكاسبهم اللي كينكر عليهم. ها انا كنت كنعرف انا ما عارفش انا كاين شخص في المغرب بحال هكا تيفكر بهذه الطريقه. وشحال واحد دابا ما بقاش يتصنت له من خلال هذا الفضح اللي فضحناه الحمد لله. ها المكاسب. واش في المغاربة كنتو كتعرفوا الأحزاب السياسية بهاد المصيبة كون مكانش الحراك الريف هو اللي فضحكم اللي فضح الحراك د الريف؟ واش العثماني ما بالكمش دابا كيفاش؟ واش ما بالكمش العطب الحكومي الحراك الريف كيفاش عرى على الحكومة؟ وكيفاش عرى على عدد من النقابيين وعرى على عدد من الحقوقيين وعرى على عدد من السياسيين كون مكانش الحراك ديال الريف؟ واش حراك د الريف ما عراش على الأمية ديال منار سليمي؟ ما عراش على هاد المصيبة ديال خرجوا كلهم من الجحور وقع الفرز؟ ها مكاسب الحراك ما كناش غنعرفوا هادشي كاع كله في الحراك. ففي ختام هذه الحلقه نقول لكم عباد الله راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. وراه قلت لكم هذيك النهار احنا انا المهداوي نهضر على راسي انا راه مسلم بان الدوله قويه تقدر دير لي اوف نبات ما نصبح صافي باش ما وانا كنعترف بان الدوله هيبه الدوله خصها تبقى وكل شيء نغامروا به الا هيبه الدوله في جميع دول العالم. انا اعترف وما خاصش الواقع على الدوله. بالمقابل كنقول الدوله المغربيه او بعض جهات وسط الدوله هاد الالاعيب ديال الانفصال وزرع الفتنه والله العظيم حتى كيضحكوا عليكم الناس. حيدوا الهضره هذه الخبر. انا قلت لكم واحد الحلقه واحد المره الا شديتيني وبركتي عليا هكا ودرت وداك حدث الطيراب والعنف ما تعاقبليش على خصك تمشي للبركه. انت اللي بركتي عليا راه نتوما بركتوا على اليافا بركتوا على الشعب المغربي. شكون اللي كيسرق؟ المشكل ما كاينش حراك غير في الريف. تاونات وتازا وقنيطره والداخله والعيون في جميع هذا شنو كيعكس انه كاين مشاكل في الواقع عباد الله. هبطوا حلوا المشاكل الناس. حنا اش كنقول لكم؟ حنا ماشي حماق نقول لكم بوطونا غنوليو النرويج والسويد. كنعرفوا اكراهات ديال التغيير والمشاكل البنيويه والغلافات الماليه وخاص قوانين وخاص محاكم وهادشي راه حنا ماشي حماق كنعرفوه. حنا كنقول لكم على التفاف كاين على القوي ما تحيدوهم لنا ما ديرليش على الاقل غتاخذ ما تقوليش ولد الصباليون ولد العاهره. حرام تقول القائد يخرج يقول انا نعس معاكم الغرب. حرام على حشمت انا نقول شي كلمه لاني كنحترم ديك المؤسسه الملكيه. حرام حرام داك القائد يبقى يخدم والله الا حرام والله الا سبه في حق الملك اساءه في حق ديك الصوره اللي شكلوا الملك. هذا القائد هذا يقول انا نعس معاكم الجنس ما يسلعون بشي طريقه وقعنا ضده عاد فلان كيما في عهد البصري ولينا قبل بعهد سنوات الرصاص كاع ولا كيخرج القايد هكا والبلطاجه وتجيب لي الرايه. وانا بغيت نقول واحد الفكره بخصوص الرايه لان البي بي سي اليوم ما عطاتنيش الفرصه كنت باغي نقول شي لان النقاش ديال الرايه مره اش من رايه اش من رايه عباد الله. الرايه واش كاينه شي مغربي واش مشى شي واحد ظاهر بالرايه وجراو عليه في الريف المغربيه؟ واش ريافه قالوا عندنا موقف من الرايه؟ الراية العالم نجمة حمراء هذيك عالم ديال الريافة وديال المغاربة. هذاك هو التعبير هذاك عنصر سيادة. ولكن أنا ملي كنجيب لك واحد الراية ديالي ديال الريافة هذاك تعبير ثقافي هذاك عنصر ثقافي داخل في إطار ثقافتي. أنا في لحظة تهاجم عليا كنتفكر أمجادي ملي واجهت أنا التحالف الدولي ودرت الجمهورية وكان هذاك يذكرني بمحمد عبد الكريم الخطابي. هذاك حضور ثقافي ماشي سياسي. من حق نجيب انا الرايه لان كترمز ديال القوه وكترمز ديال واحد كيجيب الامازيغ وواحد علاش وكيقول لك واحد ما عرفتش شكون هذا كيقول لك ما عمره ما سمع الرايه وعمره ما سمع هاد الامازيغ الجديده. ها عباد الله راه كاين تدليس على عباد الله في الوعي ديالهم وتخلعوا من البرايات وتخلعوا من كذا وانفصال. راه ما باغي حتى واحد ينفصل حتى واحد ما باغي ينفصل وانفصال راه كاين. انا منفصل انا انفصالي منفصل على انا منفصل على الانتخابات ما كنصوتش هذا ماشي انفصال. راه عندك المواطنين كلشي تقريبا راه 90% في المغرب انفصالي. واش اللي ما كيصوتش في الانتخابات وما كيشاركش في الحياه السياسيه راه منفصل على الدوله. شنو هو الوجود؟ واه خصك تشارك في حياتها وصافي. الناس راه منفصله كلنا منفصلين منفصلين على المؤسسات طبعا ما منفصلش على الوطن. راه هذاك هو الوضع الخطير هو ان عندك انت البشر ما كيصوتش. اتحاد العداله والتنميه اللي كيقول بن كيران الشعب اختار الشعب دار كلمته وفين هو الشعب ديالكم البي جي ها الانتفاضه تكرمي من الناس شوف بان بانه ما كاين لا انتخابات وداك من اصل واحد المليون اللي كيصوت بان العيب في الدوله العطم. واش العيب باش نعالجوه؟ واش هو تضرب ليا وتسد ليا وتخلع ليا تقول لي في الراش وتقول هذاك الزفزافي راه قدا وجيبوه في الطياره؟ واش هاد الالاعيب ما غتسالاش يا عباد الله طلعتنا في الراس ونضجوا معانا وقول لي فين هو الفوسفار؟ وفين هو الذهب؟ وفين هو الحوت؟ وفين هو ذاك الحوت اللي كيدير مليون؟ وفين هي الفضه؟ وفين المناجم؟
أفين الخضار ديالنا؟ أفين ثرواتنا؟ ها السؤال الجوهري اللي جاوبني عليه، ما تدوزيش من الله. أسمح لي، علاش أنت عندك القصورة وعندك الثروات وأنا ما عنديش؟ سؤال، إلا عطاك الله قول لي كيفاش وأثبت لي. إلا كانت شهادة كيفاش؟ علاش المؤسسة المال مالك باش نهضروا بكل احترام له؟ أنا سؤال، علاش المالك الثروة ديالو تزادت بطريقة كبيرة؟ علاش المعايير بالمقابل تفق التنمية البشرية؟ اللي كيقول لك مد أيه المالك، راه كيقول لك هو هاد ما هاد مامون دريمي، يقولوا لي شي مالك في العالم دار ما دار الحاج محمد السادس، صحيح دار حويجات، ولكن ايه راه دار ما دارها حتى واحد، ان اكبر ثروه في المقابل الناس ما عندهاش. واش تصوروا راسكم معلمين والاساتذه؟ صمتوا ضميركم، خلينا من الخطابات الى الواقع. علاش كاين هاد الفوارق الطبقيه؟ علاش؟ علاش 115 مليار درهم مشات في الضمان الاجتماعي الى يومنا هذا؟ ما كاينش احكام الى يومنا هذا. شكون اللي سرق 115 مليار دولار؟ وسرقها الزفزاف يا عباد الله 150، واش داها جلول؟ شكون اللي دا 10 مليار درهم من المكتب تاع الفوسفات؟ داها جلول ولا الزفزاف؟ واش بغيتي؟ شكون دا 400 مليون من كوماناف؟ داها الزفزافي ولا المهداوي ولا جلول؟ شكون داها؟ داها النقيب بقيوي. شكون اللي مشى باع لنا لا سمير ب 18 المليار درهم في وقت اللي الدوله صرف عليها 27 مليار درهم؟ ها شكون اللي دوزنا داك المعمل ديال كينونيف ولا زيرونيف اللي نسيتو، دوزوه بدرهم رمزي ومكلف الدوله مع شحال من مليار؟ 27 مليار. فين هي الاراضي الفلاحه 305 المليار 305 الف هكتار اللي خرجنا من المعاملين؟ شكون داها؟ علاش غيدي هذاك الاحرضان 300 هكتار والعنصر 300 ومطلوب مني انا نسكت ونقول الحمد لله؟ مطلوب مني انا نسكت انا ونسكن انا في قادوس وبنادم يطلع لي في البوطو؟ علاش غتاخذ 300 هكتار اي حق وما كاين باس وغتبقاو توزعوا في الاراضي ويجي اخنوش ويدير الشطر الثالث ديال تفويت الاراضي 20000 هكتار غتوزع عباد الله؟ وهاد اخنوش تولي تصيفطوا ليه يكون هو جزء من الحل، هو قمه المشكله وعنده الاراضي وعنده الافريقيا. شنو بغيتونا نديروا معاكم؟ شنو كاين شي عقلاء اكثر منا حنا وفق هاد المعطيات وصابر ليكم كتشدوا المواطنين ظلما وعدوانا؟ يا قلت لكم انا المهدوي مستعد نمشي للحبس إلا كنت ظالم. ها أنا مواطن في الحبس والله كيدو. واش عمركم المغاربة شفتوا هذه في الكون؟ شفتوا الجزائر اللي كانت اللي كيهضر مامون الدريبي؟ شوف سير الجزائر وبوليزاريو ولا لقيتي هذه الواقعة؟ أنا نحكم والله ما بقى نولي صحافي. أعطيني هذه الواقعة. كنشد واحد المجرم وعفوا واحد المواطن كنقول له حكمت عليك بثمان سنوات، علاش؟ حقا راك ضربتي هذا وهرستي له يده ولات عنده إعاقة مدى الحياة، صافي مدى الحياة. الطب وعندي شواهد طبيه بان السيد معاق مدى الحياه. ومن بعد نعم سيدي شنو كيوقع؟ كنجي انا المهدوي وكنجيب لك فيديو هذاك الشخص مدى الحياه. ها هو بصحيح يعني ما ضربوش وماشي هو اللي وما كاينش وما قاصوش وكاينه شهود الاثبات وكاينه كل شيء، وجا القاضي وعطى لذاك الواد 8 سنين الحبس. ها هو مسكين دابا كيدوز 50 وزياده ما شفع فيه حتى واحد. ما كاينش الحموش يقول هذه للملك، ما كاينش ياسين المنصوري، ما كاينش المخابرات الدرك، ما كاينش النيابه العامه، ما كاينش شي عاقل، ما كاينش شي رحيم. هذا الولد اللي كيدوز الحبس شكون دارها؟ الفيزازي جلول. كاين شي بشاعه اكثر من هذا؟ ما بغيتوناش نهضروا، ما بغيتوناش. راه انت ملي كتظلم كتظلم، راه كنبقى نقول لك انا القيد. من القيد كتحسوا الحكره، غنقول لك الباشا الا ست الحكره وغدتيني غنطلع لك هذا العامل. بقيتي كتمرضني ما كتفاعلش معايا غنطلع لك هذا الوزير، ما بقيتي كتمرضني غنطلع لك هذا رئيس الحكومه، بقيتي كتمرض فيا غنمشي لك عند الملك، ما بقيتي كتمرض فيا نقدر نتفرج على عبد الله. يا ربي استغفر الله، راه البشر حنا، راه الغدايد، هذا راه منطقه الصيروره. وانتم غاسين على القوالب وسادين وبنادم بغيتو يخرج يبقى يبوسكم في الطرقان ولا هذه المصيبه كحلها. راه البشر علاش كيطور سلوكه النضالي؟ راه يقدر يخرج يدير لك العصيان، يقدر يدير لك مصيبه، لانك ما كتفاعلش معاه وكيحسبك غير كدير معاه الرواقل، غا من هادي لهادي هو كيشوف. وانت عتسد لي فمي انا واش غتحل المشكل؟ حنا كنهضروا هكا بغينا دوله فيها المؤسسات، بغينا الملكيه محترمه. واش عيب؟ واش ماشي من حقي جالس ندير لي انا هالترهيم دوزوا عليا هاد الايام الدكاكه وجالس كتخلعوا فيا وترهبوني؟ انا والله لا خفت، لانني كنقول الكلام اللي كيقولوه اللي كيقولوه العقلاء ديال البلد، ولا ما كانش اللي كيسمعوا له العقلاء. نريد العيش في كنف الديمقراطيه، ولا ديمقراطيه دون ملكية تكون دورها في حدود التوشيح وإلقاء خطاب ديال العرش واستقبال الوفود وإعلان الحرب. أما الملكية اللي تدخل معنا للحليب وتبيع وتشري لي الحليب وتبيع وتشري لي الزيت وتبيع وتشري لي السكر
وتبيع وتشري ليا بطاطا. هذه ملكيه كتخلعني. ما يمكنش، ما يمكنش للحاكم الجمع بين التجاره والاماره، وهذا اصل المشكل في المغرب، غير شكون اللي غيقدر يقولوا. هذا هو الحكايه اصلا، ماشي زفزافي، الحكايه هو الجمع بين التجاره. حقاش ملي كتجمع التجاره والاماره، لان الحكم خاصك تولي تربح وتزيد وتزيد، كيكون عندك باطو كتولي تشهى 10 الباطوات، كيكون عندك هذا وخلقنا الانسان هلوعا. علاش ابو بكر الصديق ملي تولى الخلافه غادي يبيع ويشري شي بلاصه خليفه، قال له رجع سالينا وليتي خليفه، ابيت المال غيدير لك الصالير سالينا. واش انت كدير البيع والشراء وداخل معانا في كذا؟ كي غيكون هذا الحكم عادل؟ وانا غنشري الزيت وشحال غنشري هذا الزيت، والمنافسين كيفاش غيكونوا؟ وشكون هما المنافسين؟ هذه الخطاب المغاربه الحقيقي، هذا هو الخطاب اللي دابا انا ما عايش الدنيا عليه، غيديروني في الزيت عليه، خطير مره. هذا هو السم، اخطر ما كاين هو الاقتصاد، صراع اقتصادي. ولهذا حنا كنقولوا للملكيه تبقى معزه. انا مع الملك يكون عنده 10 القصوره، يعطيه له الشعب من بيت المال العام، ياكل يشرب، كل ما يدخلش يدير لي زافير، ما يديرش الاقتصاد عباد الله. هذه الشعوب كلها ما يمكنش الجمع بين جوج الحوايج، خاصك خاص الفصل بين هاد المستويات. هذا هو اصل الداء، وهذا اصل المشكل. وعلاش علاش علاش كلشي كيدير؟ لان القايد كيشوف الاخر، الباشا كيشوف الاخر، كيقول كوعاء انا تجي فيا، كلشي كينهب لانه كيشوفوا داك الشيء ما راكبش من الفوق مزيان. ها اصل المشكل. وعلاش الفوق ما كيبركوش؟ لانهم عارفين عاوتاني مغطينهم، وهكا دايره العمليه. والفقير وكنجي باش نحافظ على هذا الوضع، تنرمي شعارات ديال الديمقراطيه والهدوء وكذا. وملي كيخرجوا للجماعه كنقول له انت ارهابي وانت الشيعه وانت داعش وانت. وعلاش كنجي نقول له الشيعه؟ باش نجيب الموقف الامريكي. حقاش بغيتي امريكا؟ بغيتي ندير لك هنا شي حليف ايران؟ يلاه عاونيني على هذا اليافا. كان غازل واشنطن وغازل ترامب حقا بهذه الفزاعه ديال الشيعه. هو ما كاين لا شيعه، لا الناس باغي عاد تاكل، والبشر باغي عاد الدواء، والبشر باغي سبيطار عباد الله. ما عندوش وما عندو. وحنا ما كنقولوش بوطونه، وما كنقولوش ديمقراطيه من غدا، وكاين قرارات اللي نصبروا عليها، كاين قرارات دابا ديال راه ملي كنشوفوا الاواني الفضيه والامتيازات والريع عند البرلمانيين، راه هذيك عوامل استفزاز. والله لا رجعنا، والله لا سكتنا، كاع عندكم بالله لا سكتنا. واخا تسكت شويه غتولي تشعل، غطي عارف غادي تسرقني، تسرقني بذكاء. انت وليتي كتسرقني وكتبعني بوسط سبليون وود العاهره، وكتري وكتجيب لي الالاعب وتجيبني في الطياره وتغمض لي عيني وديلي واحد الاعتقال فيه ضد عباد الله. الطريقه باش انا ما بغيتش الملك ولا احترامي. واش واش ملك البلاد وانت امير المؤمنين؟ واش عجبتك دوك الناس يجيو في الطيار هكا ومغرقين بوجههم ادميه وانت رئيس القضاء؟ واش هذيك صور؟ واش هذيك صور ما خصكش يتعاقبوا عليها المسؤولين القضائيين عباد الله؟ واش هذيك مشاهد عباد الله في القرون الوسطى؟ جيب لي انت بنادم هكا مسكين في وضع ضعف وتقيس له كرامته وتهينه بديك الطريقه وباقي ماشي مدان، والبوليس جالس كيصور. واش هاد البوليس غنحك بلاش باش تخلق الرعب، باش تخلق الفزع وندخل بحالاتي صافي بهذه الطريقه هذه؟ وكيد يكون هذا النظام الحكم وكي غيكون هذا. ايه واش غادي نقول لك انا؟ كما قالوا الغوال اللي علينا حنا درناه، الحمد لله سالا دوري مع الله ومع ضميري ومع المؤسسات. انا كنعتبر راسي ما عايش عايشي من بعد الله، مال سالا دوري. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشل يا ربي. احنا صفينا ضميرنا معاك اللي قدينا عليه، قلناه بمنتهى النضج بمنتهى كذا. شوفوا عباد الله المجرمين، ما كنبغيش نخسر الهضره في هذه العواشر، ولكن كيدفعوني جيب من صورتي انا وحطوها ليا مع عزوز، وحطوها ليا مع واحد الاخ جمهوري باغي الجمهوريه، وجابوني مع الزفزافي وجابوا اصحابكم. انا لا بغيتو الالاعيب، انا نعلمكم، انا راه ود الالاعيب، انا هاد الطروحين ديال الدريسور نعلمها لكم، انا نشرح لكم شنو عندكم بكل تواضع. يا ربي ولا تزكوا انفسكم، ولكن كتدفعونا واخا حنا ما كنبغوش نوصلوا لهذا المستوى. جيب لي انا تحطني مع عزوز، وعزوز تيقول واحد اللغه ولا خرج جمهوري باش دير خلط الاوراق، باش انا موقفي الزفزافي تحطوا تقنتوا. انا والزفزافي ما علاقه بدوك الاخوان، مع احترامي ليهم كنحترم قناعاتهم السياسيه. وهذاك خينا ذاك الاستاذ محترم، وهذاك الاستاذ التشافيل ولا عزوز ما سرقوا مال عام، ما شفروا ما ضربوا، كيعبروا بطريقتهم. الاخر عنده تعبير سياسي كيبان له الجمهوريه هي الحل، من حقه يدافع عليها. انا كيبان لي المؤسسه الملكيه باقي معها الامل، من حقي انا نحفظ له حقه يهضر، وهو يحفظ لي حقي نهضر. انا هو باغي يمشي لطنجه، ركبت انا وياه في كار كما قال الساسي، انا سيدي غنوصل على العريش، هو يكمل طنجه. شغلو هذاك الا سهل الله ولا شغل احترام بيناتهم. وهذا الاخر يهضر عليا وعمري ما جبدته، يقول غدا ويجاوبني، علاش ما عنديش مع الصراع؟ انا عندي الصراع مع الناس اللي سارقين البلاد. عزوز عايرني وسبني، ولكن مع ذلك وعمري ما جاوبته. الله يسهل عليه، نطلب له الهدايه في طريق التعبير، ولكن ماشي شفار ماشي خبيث، ما عنده انفعالات ما نتفقوش معاها. ولكن تبغي تجبدني معاه زعما هكا شنو؟ باش الموقف ديالو الموقف ديال الزازي تخشي يهز ذاك الموقف، الناس اللي عندهم موقف من عزوز تخشيني معاهم، والناس اللي عندهم موقف من الجمهوريه تبغي دير خلط الاوراق. زفزافي ملاكي وانا ملاكي،
وماشي بالضغط ولا بالقريبه ولا بالخوف، قناعه سياسيه. وديك الملكي يكون محمد السادس ولا يكون الامير الحسن ولا يكون محمد خالد، كنامن بالاطار، يكون عمرو ولا زيد، لا يهمني الشخص بصرف النظر، كنامن بالاطار. علاش انا مشي هبيل عود مغربه؟ لان عندي العبره ماشي بشكل الحكم، ولا عندي العبره بمضمون الحكم. ها هي تونس وعدد من الجمهوريات وهي فيها استبدال، وكاين جمهوريات فيها الديمقراطيه وكاين ملكيات فيها الاستبداد. اذا العبره ماشي بملكي ولا ماشي ملك، انا شكل الحكم ولا هذه الملكيه ما بغاش تفهم كاع مع المغاربه وبقات مع انت، ماشي انا كنقولها، التاريخ غادي يعصف بها. عندها جوج حوايج، اما غتفعل اما غتمشي بحال هكا، هي هو التاريخ ديال هكا، ماشي عاد ممكن نبيع انا الوهم ونقول له العام زيد، لا، اما غتفاعل مع الحراك ومع الشارع وتكون مرنه وتحني الراس وتدوز، اما غتعصف بها وعاد تجي الديمقراطيه. غير هاد الديمقراطيه حنا بغيناها تكون مع الملكيه مع العلويين، عيب بهاد الشجاعة، عيب. تاريخ الشعوب باش جا هاد فرنسا، احنا اللي بوحدنا غنقبلو، ما كاينش صراع. فرنسا وامريكان باش جات، بريطانيا باش تبنات، امريكان الدول العظمى كل صراع والدم والقتلى وكذا وكذا، وتبنات جميع الدول العالم. حنا انا كنقول لكم ما باغيش الدم، ما باغيش العصر، كدور صحفي كنبه باش يكون الحكمة. ايوا انا ما باغيش الدم، ولكن التاريخ ديال الشعوب كلها كان فيها الدم والمواجهات، وجات الديمقراطية. اوعى حنا كنقول لكم ما باغينش الدم، باغي انا السلم، تغيير في اطار السلمي، قمة ديال النضج. وكنقولوا مع الملكية وفي اطار المؤسسات ديال البلاد، ما عيطنا البوليزاريو وما شككنا في الملكية، ما قلنا تسالى دورها، لا زال عندها تلعب الدور ديالها. وشنو بغيتوا؟ شنو بغيتوا نقول لكم كاع؟ يلاه شنو بغيتوا؟ كنشكركم الزوار ديال الموقع، والى اللقاء.